إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطوبكم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نحن الليلة على موعد مع الدرس العاشر من دروس الإيمان في اليوم الآخر كركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ونحن بصدد شرحنا لحديث جبريل عليه السلام في سلسلة ضمن دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء بمسجد التوحيد. والله أسأل أن ينفعنا وإياكم بها وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. ولازلت أتحدث عن علامات الساعة الصغرى، وقلت بأن أول علامة من العلامات التي وقعت كما أخبر عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم هي ظهور الفتن. ولازلنا نتحدث ايضا عن هذه الفتنة الحالكة، الا وهي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. وانتهيت في المحاضرة الماضية عند هذه الحجج الدامغة البالغة التي اقامها عثمان رضي الله عنه على الثوار الموتورين المجرمين من الغوغاء والرعاع الذين خرجوا من الكوفة والبصرة والشام ومصر، وهم لا يريدون الا ان يعزلوا عثمان رضي الله عنه او يقتلوه، فما خرج القوم لله جل وعلا ابدا. فكان من الواجب بعدما اقام عثمان رضي الله عنه الحجة عليهم ان ينصرفوا، وقد عرف الحق ولكنهم ما خرجوا للحق، وانما خرجوا والحقد الاعمى يغلي في قلوبهم وقد اعمى بصائرهم، لا يريدون الا عزل الخليفة او قتله. ظن عثمان رضي الله عنه ان القوم بعدما عفى عنهم وبين لهم الصواب، ظن انهم سيعودون الى بلادهم بعدما اخذ عليهم العهد ان يرجعوا وان لا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة. لقد اخذ عليهم عثمان رضي الله عنهم العهد بذلك ان لا ينشقوا عن جماعة المسلمين وان لا يفرقوا الجمع، ولكنني كما ذكرت ما خرج القوم الا وقد خططوا ودبروا لقتل عثمان رضي الله عنه. لاحظ انهم بعدما انصرفوا من المدينة بعدما عاهدوا عثمان رضي الله عنه على ذلك، سرعان ما عادوا جميعا على الرغم من اختلاف طرقهم التي سلكوها ليفاجئوا المدينة يوما بحصارهم لبيت الخليفة من جديد. سبحان الله، كيف عاد اهل الكوفة
واهل البصرة واهل الشام واهل مصر في وقت واحد لتلتقي هذه العصابة المجرمة في وقت واحد امام بيت عثمان رضي الله عنه. هل تدبرتم هذا السؤال؟ المعلوم ان الطريق الى الشام يختلف تماما عن الطريق الى البصرة، يختلف تماما عن الطريق الى الكوفة، يختلف تماما عن الطريق الى مصر. هذا سؤال يبد ان ننتبه اليه، والجواب ان هؤلاء قد عادوا عبر مسرحية هزلية لا يجيدها الا مخرج اليوم. ادعوا من خلال هذه المسرحية الهزلية انهم في طريق العودة قبضوا على رسول امير المؤمنين عثمان، قبضوا على رجل قالوا بان هذا الرجل هو رسول من قبل عثمان رضي الله عنه الى واليه على مصر، وهذه اول اكذوبة. فوالي عثمان على مصر عبد الله ابن سعد بن ابي الطرح. ارجو ان تركزوا لاننا نقرأ هذه الاخبار في الكتب دون تنفيذ. وزل من زلة النيل من اعراض اطهر الخلق بعد الانبياء بسبب هذا، بسبب عدم الفهم الدقيق للنصوص وعدم الوقوف على الروايات وعدم النظر بالشمول والكمال للروايات عبر احداث التاريخ. عبد الله بن سعد بن ابي الصرح والي عثمان على مصر كان قد استأذن عثمان رضي الله عنه وارضاه ان يركب اليه الى المدينة بعدما سمع ما سمع، فأذن له عثمان رضي الله عنه. ففي الوقت الذي زعم فيه المجرمون الكذابون ان الرسالة جاءت من عثمان رضي الله عنه الى وليه على مصر، كان وليه على مصر في طريقه الى المدينة. تدبر معي، قالوا لانهم قبضوا على رسول امير المؤمنين عثمان، وقد ارسل معه عثمان كتابا اي رسالة بخط عثمان وعليها خاتمه يأمر فيها عثمان اميره في مصر اي عبد الله بن سعد بن ابي الصرح ان يقتل هؤلاء او يصلبهم او يصلبهم. فقبض على هذا الرجل ووقفوا على هذا الكتاب يزعمون، فالتشيخ فإلا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه الى عامل مصر ان يصلبهم او يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، فاقبلوا بهذا الكتاب المكذوب. تدبر، المكذوب. اقبلوا بهذا الكتاب وعادوا الى المدينة، فاتوا عليا رضي الله عنه فقالوا له الم ترى الى عدو الله اي عثمان، الم ترى الى عدو الله كتب فينا بكذا وقد احل الله دمه، هكذا يحكمون في الحال، وقد احل الله دمه. قالوا له فكن معنا اليه، فقال علي والله لا اقوم معكم. قالوا اسمع، فلما كتبت الينا الكتاب رقم 2 مكذوب على لسان من؟ وخلي بالك هنقرأ عن كتاب ثالث مكذوب على لسان عائشة في الخطب. انظروا الى التدبير المحكم من اهل الاجرام في كل زمان ومكان، فهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان. فقالوا لعلي فلما كتبت الينا؟ فقال علي والله ما كتبت اليكم. فنظر بعضهم الى بعض، وهذا يبين لنا ان هؤلاء ينقسمون الى فريقين، فريق خادع وفريق مخدوع، وما اكثر المخدوعين. فالفريق الخادع الذي يقود الحركة، القائد الذي يدبر المؤامرة السوداء، هو الذي يقود هؤلاء المخدوعين من السذج والرعاع الذين انطلقوا وراء هؤلاء ينعقون وراء كل ناعق. فنظر بعضهم الى بعض، الذي نظر كما قلت العربي رحمه الله هو الفريق الثاني اي الفريق المخدوع. فنظر بعضهم الى بعض وتركهم علي رضي الله عنه وخرج من المدينة، فانطلقوا الى عثمان رضي الله عنه
فقالوا له لقد كتبت فينا كذا وكذا. فقال لهم عثمان الحي الكريم، قال اما ان تقيموا اثنين من المسلمين اي ليشهد على اني كتبت هذه الرسالة الخطيرة او يميني، فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر، او يميني. فلم يقبلوا من عثمان رضي الله عنه وقالوا بل ننقض عهدك، وحاصروه. تدبر معي هذا النص لنقف على الاكاذيب او على الاكذوبة الكبرى. فلقد نسب كتاب مزور الى عثمان رضي الله عنه، ونسب كتاب مزور الى علي رضي الله عنه، ونسب كتاب مزور كما سمر الان الى عائشة رضي الله عنها لتتم الخطة. تدبر معي، ان من اعجب العجب ان قوافل الثوار العراقيين التي كانت متباعدة في الشرق عن قوافل الثوار المصريين التي كانت في الغرب قد اخذت طريقها لتصل لتسير بمحاذاة ساحل البحر الاحمر لتنزل الى خليج السويس ثم الى العريش. فكيف التقت هذه القوافل في وقت واحد عند باب الخليفة رضي الله عنه وارضاه بعدما سار كل فريق اتجاهه؟ ولذا تدبر فقه علي وعبقرية علي. علي رضي الله عنه هو اول من فطن لهذه الخطة القبيحة، ولم لا وقد تربى علي في حجر المصطفى وكفى. اسمع ماذا قال علي، قال لهم رضي الله عنه كيف علمتم يا اهل الكوفة ويا اهل البصرة بما لقي اهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا؟ هذا والله امر جبر بالمدينة. استوعبتم ايها الاحبة هذه العبارات الخطيرة؟ يقول علي رضي الله عنه كيف علمتم يا اهل الكوفة ويا اهل البصرة بما لقي اهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا؟ هذا والله امر جبر بالمدينة. يشير علي رضي الله عنه الى تخلف الاشقر النخعي عليه من الله ما استحقه وحكيم في المدينة ليدبر هذه الخطة. فلقد استأجر هؤلاء راكبا في وقت واحد لينطلق الى اهل الشام بحكاية هذه الرسالة المكذوبة التي امسك بها اهل مصر، وارسلوا في الوقت نفسه رسولا اخر الى اهل الكوفة والى اهل البصرة ليخبرهم بما كان من امر الرسالة المكذوبة على لسان عثمان رضي الله عنه، ليرجع الجميع في وقت واحد ولتلتقي هذه العصابة المجرمة حول بيت الخليفة رضي الله عنه وارضاه. واضح يا اخوانا؟ هذه نقطة في غاية اهمية. طيب اسمع، لما قال علي رضي الله عنه للثوار ما قال، ماذا قال الثوار؟ قال الثوار العراقيون بلسان رؤسائهم، اسمع، فضعوه على ما شئتم، لا حاجة لنا الى هذا الرجل. فضعوه اي فضعوا ماذا؟ لا الكتاب. فضعوه على ما شئتم يعني فاستروه زي ما انت عايزين، تقولوا كيف رتبنا وكيف التقينا وكيف اتفقنا، ضعوه على ما شئتم اي فسروا هذا الامر بهواكم. لكن انظر الى ما خرجوا اليه اصلا، قالوا ضعوه على ما شئتم لا حاجة لنا الى هذا الرجل فليعتزلنا حالا. هذا هو الهدف الذي من اجله خرجوا ولاجله التقوا ولاجله ساروا، ضعوه على ما شئتم لا حاجة لنا الى هذا الرجل فليعتزلنا. وهذا تسليم واضح لان منهم اصلا، لان قصة الكتاب مفتعلة، وان الغرض الاول والاخير هو خلع امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وارضاه، او سفك دمه الذي عصمه الله جل وعلا بشريعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحوار الذي دار بين علي
وبين الثوار مجمع عليه في كل كتب السير والروايات، مجمع على هذا الحوار، لا خلاف ابدا على ان هذا الحوار بهذه الصورة وبهذه الكلمات قد تم بين علي رضي الله عنه وبين الثوار، وهو نص قاطع على ان اليد التي زورت الكتاب على عثمان وبعثت الى العراقيين لتخبرهم بذلك ولتطلب منهم ان يعودوا الى المدينة هي نفس اليد التي زورت الكتاب باسم وخاتمي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فالثوار كما ذكرت فريق خادع وهو القائد، وفريق مخدوع وهم الكثرة. وللأسف زور كتاب ثالث على لسان عائشة تهيج فيه عائشة، أي في هذا الكتاب المكذوب المزعوم، الصحابة على قتل عثمان. هل تتصور أيها المسلم من يعني واحدة من الأمهات الفاضلات من أمهاتنا في عصر الفسق الذي نحياه الآن، هل تتصور أن مؤمنة من أمهاتنا الفاضلات في زماننا تهيج المسلمين على قتل عالم من أهل العلم من أهل السنة؟ فكيف بأم المؤمنين عائشة زوج النبي التي ترعرعت في بستان الوحي وسمعت القرآن غطا طريا وحدها من فم نبيها، بل ما نزل جبريل بالقرآن او بالوحي على زوج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها الا في لحاف عائشة؟ هل من قبل لم ينزل جبريل الى النبي وهو مع زوجاته في لحاف واحد الا وهو في لحاف عائشة رضي الله عنها؟ فمن الذي يتصور الا وهو يحمل قلبا من امرض قلوب اهل الارض ان عائشة رضي الله عنها تحث الصحابة وتهيج الصحابة على قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. اسمع، يقول لها مسروق بن الاجدع، ومسروق تابعي جليل كريم من كبار التابعين من المقربين لعبد الله بن مسعود ولحذيفة بن اليمان ولعثمان رضي الله عنه وارضاه، يقول لها مسروق بن الاجدع رضي الله عنه يوما وهو من الائمة الاعلام المقتدرين كما ذكرت، يعاتب ام المؤمنين عائشة ويقول لها: لقد كتبت الى الناس كتابا تؤلبين الناس فيه للخروج على عثمان، فاقسمت عائشة قسما لم يقسم به احدا من قبلها قط. ماذا قالت عائشة؟ قالت: اقسم بالله، اسمع قسم عجيب جدا، اقسم بالله الذي امن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت اليهم سوادا في بياض. اقسم بالله، امنا تكتب؟ هل تتصور ان عالما من علمائنا يكذب؟ هل تتصور ان عالما من علمائنا يكذب؟ هذا مستحيل. فمن يتصور ان ام المؤمنين عائشة تكذب؟ ولصالح من؟ قفوا مع هذه الحقائق. فلقد ذكرت واكرر، لا يجوز لاحد ان يتكلم في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا باصول، فان الحديث عنهم يتطلب صحة العقيدة وامانة النقل ودقة الفهم واخلاص النية ونظرة فاحصة مدققة لاراجيف المغرطين والكذابين والوضاعين والمبطلين. عائشة تقول: اقسم بالله الذي امن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت اليهم سوادا في بياض، اي ما خطت خطا واحدا في ورقة. فاللعبة كلها لتشويه التاريخ، تاريخ اطهر الخلق بعد الانبياء، ولتزوير الحقائق، ولتأليب الخلق على السلف، ولتشويه فترة من احرج فترات التاريخ الاسلامي حتى لا تصل الينا ناصعة البياض. لابد ان ينطلق كل مسلم صادق
من هذه الأسس ومن هذه الأصول ليعلم على من يتكلم وفي تاريخ من يقرأ انه يتكلم على القمم الذين قال في حقهم ابن مسعود: ان الله تعالى قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقد ذكرت ان الله قد زكاهم وعدلهم في مواضع كثيرة في القرآن، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زكاهم وعدلهم وشهد لكثير منهم بالجنة وهم يعيشون في الدنيا بين ظهراني الناس. ويا لها والله من كرام. فتنفر معي ايها الاخ الحبيب الكريم لتقف على هذه اليد الخبيثة التي زورت الكتاب على عثمان، وزورت الكتاب على علي، وزورت الكتاب على عائشة، وزورت بعد ذلك على طلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا. والسؤال الان الخطير: اين كان الصحابة رضوان الله عليهم؟ وانا اعلم انه سؤال يدور باذهانكم جميعا. اين كان الصحابة رضوان الله عليهم والثوار الموطورون المجرمون يحاصرون بيت الخليفة؟ اين كان الصحابة رضوان الله عليهم والثوار المجرمون يحاصرون بيت الخليفة؟ والجواب ارجو ان تركزوا معي جيدا. لقد كان موقف عثمان رضي الله عنه ازاء هذه الاحداث الخطيرة التي المت به المثل الاعلى لما يمكن ان يقدمه الفرد من تضحية في سبيل امته وفي سبيل المجموعة او الجماعة. فلقد كان بامكان عثمان رضي الله عنه وارضاه تماما ان يفدي نفسه بدماء الصحابة. ركزوا جيدا، كان من اليسير جدا على عثمان ان يفدي نفسه بدماء الصحابة. ما كان عليه فقط الا ان، لا اقول يأمر، لا سترون الان، لا اقول ما كان عليه الا ان يأمر الصحابة، بل ما كان عليه الا ان يتقبل رجاءهم في ان يزف عنه وفي ان يدفع عنه وفي ان يحول بينه وبين هؤلاء الموتورين المجرمين. لقد حاول كل الصحابة ولكنهم لم يفلحوا ولم ينجحوا. لماذا؟ اليكم الجواب. يقول عبد الله ابن عامر ابن ربيعة، عبد الله ابن عامر ابن ربيعة يقول: كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار، كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار، اي في داره يوم ان قتل. فقال عثمان: اسمع، اعزم على كل من رأى ان عليه سمعا وطاعة لي الا كف يده وسلاحه فان افضلكم عندي على ان من كف يده وسلاحه. هذا كلام مين؟ وطبعا عثمان له وجهة نظر عجيبة جدا وله فلسفة غريبة في هذا الامر بالذات. يقول عثمان، وستسمعون الان اثارا كثيرة، يقول: اعزم على كل من رأى ان عليه سمعا وطاعة لي. خليفة له سمع وله طاعة وهو يعزم الان بامر. اعزم على كل من رأى ان عليه سمعا وطاعة لي الا كف يده وسلاحه فان افضلكم عندي عناء من كف يده وسلاحه. وعن طريق محمد بن سيرين قال: انطلق الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان يحملون السلاح حتى دخلوا دار عثمان. فماذا قال عثمان؟ قال لهم رضوان الله عليهم جميعا: اعزم عليكم ان ترجعوا وان تضعوا اسلحتكم وان تلزموا بيوتكم. اعزم عليكم ان ترجعوا
وان تضعوا اسلحتكم وان تلزموا بيوتكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لعثمان: اليوم فاض الضرب معك يا امير المؤمنين، اليوم فاض الضرب معك يا امير المؤمنين. فقال عثمان: اعزم عليك لتخرجن الى بيتك يا ابا هريرة، اعزم عليك لتخرجن الى بيتك يا ابا هريرة. واخرج ابن ابي شيبة عن عبد الله بن زبير قال: قلت لعثمان يوم الدار: اخرج فقاتلهم، اخرج فقاتلهم، فان معك من قد نصر الله باقل منك، والله قتالهم لحلال. يقول عثمان، يقول عبد الله بن زبير: فابى عثمان رضي الله عنه وارضاه. واخرج ايضا ابن ابي شيبة عن ابن سيرين قال: جاء زيد بن ثابت الى عثمان رضي الله عنه فقال: يا امير المؤمنين، الانصار بالباب، فان شئت ان نكون انصار الله مرتين فامرنا في النقاط. اي مرة ينصر فيها النبي ومرة ينصرون فيها عثمان. ان شئت ان نكون انصار الله مرتين فامرنا فلنقاتل. فقال عثمان: اما القتال فلا. وفي رواية: لا حاجة لي في ذلك فكفه. وستعلمون لماذا يقول عثمان هذا كله الان، لا تتعجب، هذه اقوال عثمان. لماذا يقول عثمان ذلك؟ ستعرف الجواب. يقول ابن عساكر، رأس عساكر، باسناده الى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ان عليا رضي الله عنه ارسل الى عثمان وقال له: لان عليا اتهم في قتل عثمان اتهاما عريضا باطلا. هذا هو علي رضوان الله عليه، ذهب مع 500 بطل من ابطال الصحابة، مع 500 دارع، اي قد تدرعوا بالضروع والاسلحة. فانطلق علي بن ابي طالب وهو معتم بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 500 دارع من ابطال الصحابة، وقال لامير المؤمنين: يا امير المؤمنين، ائذن لي ان امنعك من القوم، ائذن لي ان امنعك من القوم، فانك لم تحدث شيئا يستحلون به دمك. فقال عثمان: جزيت خيرا يا علي، ما احب ان يهرق دم بسببي، ما احب ان يهرق دم بسببي. تدبروا هذه الاثار. وهكذا يا اخوة، تجمع حول عثمان رضي الله عنه وارضاه كثير من ابطال الصحابة من المهاجرين والانصار وابنائهم ليدافعوا ويجودوا عن امير المؤمنين رضي الله عنه. والله لو اذن لهم عثمان في الحرب لحاربوا ولقاتلوا دون عثمان رضي الله عنه وارضاه، ولكن عثمان رضي الله عنه يوفي عهدا عاهد عليه رسوله المصطفى، ولكن عثمان رضي الله عنه يوفي عهدا عاهد عليه حبيبه المصطفى. فوالله ثم والله لو امر عثمان الصحابة، بل لو اذن، استغفر الله، لو اذن لقاتلوا دونه. ولكن يقول القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله وطيب ثراه في كتابه الماتع المهم في هذا الباب، العواصم من القواصم، يقول: لان عثمان رضي الله عنه قتل والصحابة براء من دمه، لانه منع من قتال من سار عليه وقال: لا اكون اول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتي بالقتل، فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى الامة بنفسه ودمه، وفدى الامة بنفسه ودمه. والسؤال الاخر الان: هل كان عثمان حتى ولو لم يأذن للصحابة بالقتال، هل كان عثمان عاجزا عن الفرار؟ هل كان عثمان عاجزا عن ان يفر الى الشام او الى مصر او الى اي بلد من البلدان لاي وال من ولاته على هذا المصر؟ والجواب: لا، بل لقد طلب منه ان يفر. اسمع، لقد قال معاوية رضي الله عنه، قال لعثمان رضي الله عنه:
يا أمير المؤمنين أبعث إليك جندا، أبعث إليك جندا أي من أهل الشام ليقيم الجند معك إن نابت المدينة نائبة أو إياك. فماذا قال عثمان؟ رجل عجيب والله العظيم عجيب. معاوية يقول أرسل إليك جيشا جيشا من الشام، وأنتم تعلمون أن الشام كله كان قد استتب الأمر فيه لمعاوية رضي الله عنه. فمعاوية يعرض على الخليفة الراشد جيشا من أهل الشام حتى إن نابت الخليفة نائبة أو المدينة يكون الجيش في مدينة رسول الله. اسمع يا أخي بالله عثمان رضي الله عنه، قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: أخشى أن أضيق الطرق والأرزاق في جندك على أصحاب رسول الله في المدينة. أخشى أن أضيق الأرزاق، لأن الجيش لو نزل يحتاج إلى طعام ومؤن وشراب وأماكن. انظر إلى الفقه العجيب وإلى الرحمة الغريبة. يقول أخشى أن أضيق على أصحاب رسول الله الأرزاق وطرق المدينة بهذا الجيش الذي تريد أن ترسله. فقال له معاوية: إذن تخرج إلى الشام لا تبقى في المدينة. فقال عثمان: والله ما كنت لأقبل جوارا على جوار رسول الله أبدا. أنا هنا في المدينة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم رجل عجيب، ما أقبل جوارا آخر على جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، إن عثمان كان قوي الإيمان قوي اليقين كبير النفس. لقد كان عثمان كبيرا جدا على كل هذه الأمور. لقد كان الرجل يعلم يقينا يقينا أنه سيبتلى. ألم يخبره رسول الله بذلك؟ ألم يبشره رسول الله بالجنة على بلوى تصيبه؟ ألم يعاهد عثمان رسول الله على الصبر إذا ما وقعت فيه الفتنة؟ ألم يعاهد عثمان رسوله على ذلك؟ الجواب بلى. هذه الفتنة، فلتصدق الله يا عثمان والتفي بعهدك لرسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما كان. لقد فدى عثمان رضي الله عنه وأرضاه الأمة كلها ونظام الخلافة بنفسه. إذ لو تنازل عثمان لهؤلاء المجرمين لصارت سنة، فكل عصبة مجرمة لا ترضى عن خليفة المسلمين أو عن أميرها تقوم عليه لتخلعه. لو قبل عثمان ذلك لصارت سنة في الأمة. ولكن عثمان رضي الله عنه تمسك لا حرصا على الكراسي، فهؤلاء ليس من هؤلاء، وإنما حتى لا يسن في الأمة سنة خطيرة ليخرج كل قوم وكل فئة مجرمة على الأمير إن كرهوا منه أشياء ليخلعوه أو ليعزلوه. فصمم عثمان رضي الله عنه. ومما لا شك فيه أن عثمان بهذا الصنيع كان أعظم وأقوى ما يستطيع أن يفعله رجل صادق لأمة قلدته مقاليد الأمور. لقد كان عثمان رضي الله عنه يعلم يقينا أن هذه الفتنة ستقع، وقد وافقه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر على أن لا يخلع نفسه وعلى أن يصبر. فقال ابن عمر، والحديث رواه أحمد وفي مسند بسند صحيح، دخل عليه وهو محصور وعنده المغيرة بن الأخنس، والمغيرة صحابي رضي الله عنه اختلف عن المغيرة بن شعبة. فقال له: انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك. يقول عثمان لعمر لعبد الله بن عمر: انظر ما يقول هؤلاء يا ابن عمر، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك، يعني انجو بنفسك واترك الخلافة. فقال ابن عمر: يا امير المؤمنين، اذا خلعتها امخلد انت في الدنيا؟ اسمع لابن عمر، شوف النصيحة الصادقة. يا امير المؤمنين، اذا خلعتها اي الخلافة امخلد انت في الدنيا؟ قال: لا. قال: فان لم تخلعها هل يزيدون على ان يقتلوك؟ قال: لا. قال: فهل يملكون لك جنة او نارا؟ قال: لا. قال ابن عمر: فلا ارى ان تخلع قميصا قمصته الله عز وجل
فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم قتلوه. اكرر كلام ابن عمر، كلام ابن عمر الجميل، يقول فلا ارى ان تخلع قميصا قم فقه الله، اي الايه، الخلافة او الامامة، فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم او امامهم قتلوه. واخرج الامام احمد بسند صحيح، وهذا هو المراد، من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال وهو يجلس في بيت عائشة ادعوا لي بعض اصحابي. ركز معي، قال النبي ادعوا لي بعض اصحابي، فقالت عائشة ابو بكر يا رسول الله؟ قال لا، لا اريد ابا بكر. قالت عائشة عمر؟ قال لا. قالت عائشة ابن عمك اي علي؟ قال لا. قالت عائشة عثمان؟ قال نعم. ركز معك، قال نعم. فاحضروا عثمان، تقول عائشة فلما جاء عثمان تنحى به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسر له كلاما، لا اسمعه، جعل كلاما، واسمع السيدة عائشة تقول ايه، ولون عثمان يتغير، ولون عثمان يتغير، اي في اليوم الذي حاصر فيه عثمان قلنا يا امير المؤمنين الا تقاتل، الا تقاتل؟ قال لا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي عهدا واني صابر نفسي على عهد رسول الله. تنبروا هذا الكلام، اني قد عاهدت المصطفى صلى الله عليه وسلم ولابد ان اصبر على وفائي بهذا العهد، ان رسول الله عهد الي عهدا واني صابر نفسي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العهد كما هو معلوم وسيبين الان، الا يخلع عثمان نفسه ابدا من الخلافة حتى لا يكون هذا الامر سابقا في تاريخ هذه الامة. ومن الاحاديث الجميلة الموضحة الصريحة ما رواه احمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، والترمذي في سننه بسند صححه الالباني في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة، ورواه ايضا ابن عساكر وغيرهم، من طريق عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان، كلمات واضحة جدا عشان ما حدش يسأل بعد كده لماذا لم يأمر عثمان الصحابة بالقتال، ده فيه اوامر نبوية، فيه اوامر نبوية بفعل عثمان، بل لقد امره النبي امرا صريحا بان يفعل ما فعل، ستعلم الان. يقول النبي لعثمان يا عثمان عسى الله ان يقمصك قميصا، اي يلبسك رداء الخلافة، عسى الله ان يقمصك قميصا من بعدي، فان اراد المنافقون شهادة من النبي على هؤلاء الموتورين المجرمين بانهم من المنافقين، فان ارادك المنافق على العف فلا تخلع، فلا تخلع، فلا تخلع. يقول النبي ذلك لعثمان 3 مرات. في امر اصرح من هذا؟ اخواني النبي لا ينطق عن الهوى، لا، احنا كل ده بنتكلم عن الاخبار التي اخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كعلامة من علامات الساعة، ووقعت كما اخبر المصطفى، وصدق ربي اذ يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. هي بفعل عثمان، بل لقد امره النبي امرا صريحا بان يفعل ما فعل، ستعلم الان. يقول النبي لعثمان يا عثمان عسى الله ان يقمصك قميصا، اي يلبسك رداء الخلافة،
عسى الله ان يقمصك قميصا من بعدك فان اراد المنافقون شهادة من النبي على هؤلاء الموتورين المجرمين بانهم من المنافقين فان ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلع فلا تخلع فلا تخلع يقول النبي ذلك لعثمان 3 مرات في امر اصرح من هذا خل النبي لا ينطق عن الهوى ما احنا كل ده بنتكلم عن الاخبار التي اخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كعلامة من علامات الساعة ووقعت كما اخبر المصطفى وصدق ربي اذ يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى يا عثمان عسى الله ان يقمصك قميصا من بعدي فان ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلع فلا تخلع فلا تخلع يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 وفي رواية عجيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان يا عثمان انك مستشهد وطبعا شهد له قبل كده على جبل احد قال يا عثمان انك مستشهد فاصبر امر فاصبر فاصبرك الله ولا تخلعن قميصا قمصته الله عز وجل يعني الخلاف امر اخر يا عثمان انك مستشهد فاصبر فاصبرك الله وانا ورب الكعبة المس استجابة عجيبة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم صبرك الله المس لها ارواحا زكية وافعالا نبية من اقوال وافعال عثمان من اول لحظة خرج فيها المجرمون لملاقاته في المدينة صبرك الله الم يستجب الله لدعاء نبيه بلى ورب الكعبة لقد استجاب الله دعاء نبيه فصبر الله عثمان صبرا ورب الكعبة تنوء عن حمله الجبال الراسية فاصبر صبرك الله بل وفي المصنف لابن ابي شيبة بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان انك مستشهد فاصبر صبرك الله ولا تخلعن قميصا البسكه الله عز وجل وعن ابي سهلة مولى عثمان رضي الله عنه يقول لان عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع يا عثمان انك ستبتلى بعدي فلا تقاتل انتبهت للامر ده يا عثمان انك ستبتلى بعدي فلا تقاتل ام يا عثمان انك ستبتلى بعدي فلا تقاتل وفي رواية ابن عساكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان انك ستؤتى الخلافة من بعدي تولى الخلافة ولا لا انك ستؤتى الخلافة من بعدي وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعها يبقى اوامر من النبي بالصبر اوامر من النبي بعدم القتال اوامر من النبي بعدم الاختلاع من الخلاف هل صبر عثمان هل قاتل هل قاتل هل اختلع هل استشهد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل كلمة قالها ام لا لا تقاتل ولا تخلع نفسك واصبر انك مستشهد فصبر عثمان رضي الله عنه وارضاه وفي الحديث ايضا او في هذه الحديث التي ذكرت دلالة واضحة على ان عثمان رضي الله عنه على ان من قتل عثمان رضي الله عنه من المنافقين المجرمين بشهادة النبي الصادق الامين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم صبر عثمان عثمان رضي الله عنه
قام فصلى من الليل ما قدر الله له ان يصلي، وقرأ من القرآن ما قدر الله عز وجل له ان يقرأ، ونام فجاءه المصطفى في رؤياه وقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم افطر عندنا غدا يا عثمان، افطر عندنا غدا يا عثمان، وفي لفظ انك ستفطر عندنا الليلة يا عثمان، كما روى الامام الطبري في تاريخه وابن الاسير في الكامل، وروى الامام احمد في مسنده بسند حسن، والحاكم في المستدرك وصححه بسند صحيح واقره الذهبي من حديث ابن عمر، وفي رواية احمد بسند حسن ان عثمان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم البارحة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم البارحة، ورأيت أبا بكر وعمر وإنهم قالوا لي افطر فإنك تفطر عندنا غدا، فأصبح عثمان صائما. افطر فإنك تفطر عندنا غدا، فأصبح عثمان صائما. ثم دعا بمصحة بالقرآن الذي يقرأ فيه الذي جمعه هو رضي الله عنه وارضاه، فنشره بين يديه، فقتل عثمان رضي الله عنه والمصحف بين يديه. وفي مسند احمد بسند صحيح عن عمرة بنت أرطاة قالت خرجت مع عائشة رضي الله عنها في مكة الى مكة في السنة التي قتل فيها عثمان، اي خرجت معها للحج، تقول وفي طريق عودتنا مررنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي في حجر عثمان رضي الله عنه يوم قتل، اسمع، تقول فكانت اول قطرة دم قطرت من دمه كان قد نزلت على قول الله تعالى في المصحف بين يديه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الحديث رواه احمد في مسنده بسند صحيح عن عمرة بنت أرطاة رضي الله عنها وارضاها، فوالله ما مات منهم رجل سوي النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان عثمان من كتاب الوحي للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاءت جيبيل مخترطا سيفه في بطن عثمان، جاءت وهذا المجرم يتكئ بالسيف على صدر عثمان رضي الله عنه، فعرولت على عثمان فقال ما اعظم كذا وكذا، عليهم من الله ما يستحقون، اهؤلاء قوم خرجوا لله جل وعلا الذي قتل فيه. بعد ذلك ان شاء الله تعالى قطعت يدها رضوان الله عليها، ثم وثق الاحمق الخبيث عمرو بن الحنف على صدر عثمان كل هذا، والخليفة نائب وهو الحي الوقور، انه رجل جاوز الثمانين من عمره، انه زوج ابنتي رسول الله، انه صاحب بئر روما، انه مجهز جيش العسرة، انه جامع القرآن، انه كاتب الوحي لرسول الله، ينقض عليه عمرو بن الحنف يثب على صدره ويطعن عثمان رضي الله عنه 9 طعنات بخنجر في صدره بعدما مات، يطعنه 9 طعنات، ويقول المجرم الكذاب الخبيث، يقول طعنت عثمان 6 طعنات لما كان في صدري عليه و3 طعنات لله تعالى، ولو صدق الخبيث وهو كذب لقال طعنت عثمان 9 طعنات لما كان في صدري عليه، وليس في الامر شيء البتة لله تعالى اطلاقا. يقول الخبيث طعنت عثمان 9 طعنات، 3 لله تعالى، وطعنته 6 طعنات لما كان في صدري عليه. الم اقل لكم ان الذي يؤلم القلب ويبكي العين بل ويثني الفؤاد ان هؤلاء المجرمين الخبثاء في كل عصر وفي كل مصر
يرفعون الحرب ويقودون ويشعلونها على أئمة الدين وقادة الأمة باسم الإسلام، باسم الإسلام لله تعالى، يرفعون الشعار لله تعالى، يرفعون شعار لله تعالى للإسلام، لصالح الإسلام، للحرب على القضاء على الإرهاب، للقضاء على التطرف. إنهم يريدون أن يطمسوا هوية الدين تحت هذه الشعارات المضللة الخبيثة الكاذبة. طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات لله تعالى و6 طعنات لما كان في صدري عليه. ولو صدق المرجفون والمنافقون في كل زمان ومكان لقالوا لما في صدورنا من غل يتهجج على الاسلام وعلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى المتبعين له في كل زمان ومكان. ولم يكتفي المجرمون الخبثاء بهذا الامر، وانما ابى ورعهم الباهت وجهدهم الكاذب ان يدفن عثمان رضي الله عنه وارضاه في مقابر المسلمين. هل تتطور هذا الى هذا الحد من الورع والجهد الكاذب الباهت المريض؟ يقف هؤلاء ويمنعون تماما ان يدفن عثمان رضي الله عنه في مقابر المسلمين، لم يدفن بالبقيع في مقابر المسلمين، وانما دفن ابتداء خارج المقابر، ثم بعد ذلك اتسعت البقيع والمقابر وادخلوا عثمان رضي الله عنه وارضاه الى مقابر المسلمين، والا فانه دفن في اول الامر بعيدا عن مقابر المسلمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايها الاحبة، ان مسمى الخطر ان ترفع الحرب دوما على القيادة لقطع رأسها ولتحطيم اضلاعها باسم الاسلام ومن اجل الله تعالى. والمصيبة الكبرى ان الامر ينطلي على كثير من السذج والرعاع والغوغاء الذين يتبعون وينقادون لكل ناعق بالهوى والباطل والضلال. فهؤلاء المجرمون غوغاء من الامصار كما وصفهم الزبير، تبطر معي، وهم نزاع القبائل كما وصفتهم عائشة، وحسانة الناس متفقون على الشر كما وصفهم ابن سعد في الطبقات، وهم رعاع من غوغاء القبائل كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم، وهم خوارج مفسدون ضالون زاغون معتدون كما قال ابن تيمية في منهاج السنة، وهم رؤوس الشر والجفاء كما يقول الذهبي في دعوة الإسلام، وهم أراذل من أوباش القبائل كما وصفهم ابن العماد الحنبلي في الشذرات. أرجو أن أقرأ مرة أخرى هذه الكلمات. من قتلت عثمان؟ الجواب: هم غوغاء من الامصار كما وصفهم ابن الزبير، وهم نزاع القبائل كما وصفتهم عائشة، وهم حثالة الناس متفقون على الشر كما وصفهم ابن سعد في الطبقات، وهم همج رعاع من غوغاء القبائل كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم، وهم خوارج مفسدون ضالون باغون معتدون كما وصفهم ابن تيمية في منهاج السنة، وهم رؤوس الشر والجفاء كما وصفهم الامام الذهبي في دول الاسلام، وهم اراجل من اوباش القبائل كما وصفهم ابن العماد الحنبلي في الشذرات. هؤلاء هم قتلة عثمان رضي الله عنه وارضاه، صبر على وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فصبر ولقي الله عز وجل وهو عنه راض، ولم لا، وهو المبشر من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بالجنة وهو في الدنيا. اتوقف عند هذا القطر لاواصل الحديث ان شاء الله تعالى عن الفتن، فساظل ماسيا مع هذه الفتنة الحالكة السواد لأدرج فيها الحق ولأجلي الحق ولأبين لحضراتكم فيها الباطل الذي أثر في عقيدة كثير ممن ينتسب إلى الإسلام.
لنبرئ ساحة أصحاب النبي عليهم جميعا. أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك مولاه، وإلا فورب الكعبة أنا أشعر بضآلة وحقارة في نفسي أن يتقدم مثلي لمثل النبي، فأنا والله لا أرفع الآن من قدرهم، وإنما أرفع من قدري وقدركم. والله لا أشرف أصحاب النبي بتبرئتهم، وإنما أشرف من قدر نفسي وأشرف من قدركم. فمن نحن لنجعل من أنفسنا جبهة لتنفح وتدافع عن هؤلاء، لولا أن الحق قد طمس وأن الباطل قد انتفخ وانتفض والله ما تكلمنا، وإلا فإنه يجب علينا الآن لا سيما وأنه يتناول أصحاب النبي في الإذاعات والمجلات والجرائد بل والكتب المطبوعة المتداولة في المكتبات، لولا ذلك والله ما تعرضنا لمثل هذا، لأنني أعلم علم اليقين قدر أصحاب سيد المرسلين، وأعلم علم اليقين قدر نفسي فأنا لا أساوي حبة رمل وطئتها نعل عثمان رضي الله عنه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يتقبل منا ومنهم ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.